دواجن اخويا بالنسبه للدرويش راه هو اللي كان مكالي عليه السعره، دابا ملي 26 درهم راه الدرويش ولا كبل اللي قصاه عليه، الدجاج قصاه عليه. اما الا جينا للحوم الحمراء شي لاخر راه داك كلام اخر، ما بقاش كيقدر بنادم يوصل ليه. الحوت حتى هو غلى والدرويش راه كيعاني ليه الله في هذه البلاد. بالنسبه ليا غلاء الاسعار ديال الدواجن هو مشكل مهم، انه كنعيشوه دابا في هذه الفتره ديال الصيف، ما عرفناش السبب كله شنو كيقول السبب، ولكن هذا الغلاء كيأثر على الدرويش بزاف، ان الدرويش حاليا كان كيستغل الدجاج باش انه ما كيشريش اللحم ولا ما كيشريش الحوت، دابا ما بقاش كيشري كاع لا دجاج لا حوت لا لحم. وكنطلبوا الله يشوف من حال الدرويش. الدجاج غلى بزاف 500 ريال، المواطن مسكين كيعاني بزاف من ناحيه هذا الغلاء. واش انسان خدام 3000 درهم ولا 2500 درهم كي غايدير ليها؟ كي غايدير ليها؟ حنا خدامين دابا، حنا هاد النقل البضائع كنضلوا غير واقفين في الموقفات، كنتحركوا على 20 يوم 30 يوم، ما كاين لا خدمه لا والو، المازوط غالي، غلات على الدرويش بزاف اخويا بزاف هادشي. الله يصوبوا صافي، بنادم راه بلا مقهور بزاف، ولينا كنعانيو، ولينا كناكلوا غير الخبز واتاي على هاد القضيه، ما صافي بنادم ما قادش يعيش. بزاف ما بقاش الدرويش عنده فين يعيش والو. الغلا كاين في اي حاجه، والدجاج بقينا نقربوا لي لا الكروازي ولا الابيض، بقينا وليدي كاع نقربوا لي، حنا ولينا كنجيو كنديو الخضره نص كيلو نص كيلو، من بعد الخضره ما نديوهاش كاع، ما بقيناش كناخذوا باش حنا موفرين داك الشيء باش غناخذوا هذاك الخضره الغاليه والدجاج وعاد اللحم فينا، ما بقيناش نقيسوا، يعني ما بقيناش نقربوا لهذا الشيء ديال اللحم الحوت داك الشيء، ما بقيناش نقربوا لي نهائيا. الدرويش ما بقاش كيعيش نهائيا، بزاف بزاف اوليدي مقصح، حنا ماشي مقصحين، ما بقيناش كنلحقوا الحاج اللي ما نلحقوش ليه ما كنديوهاش. واحد خدام يعني انا مريا، انا مرا كبيره خدامه ب 3000 ريال السيمانه، نهار كامل وانا كنهز ونحط ونطيح ونوض، هذيك 3000 غتقدك يلا، الا هذاك هذاك اللي لاباس عليه راه يديها دانو لولادو، اما حنا باغيين عقبيز ما لقيناش. وكنشوفوا السلطات انهم تما يديروا خدمتهم ويشوفوا هذا السبب منين، انه الغلاء اللي كنشوفوه حاليا. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.